قبل ملي كيدخل شي مدرسه متقدمه مكتب هنا اللي تابع الاتجاه الاخر. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه الاتفاقيه اللي هي عندها صدى اللي خدمنا عليها اكثر من زد 4 شهور، وهذه الاتفاقيه اللي كتقول المواكبه ديال التجار والمنتسبين والمقاولين الصغار وجد صغرى والمتوسطه كذلك، اللي تكون مواكبه وعطيناهم يعني داخل هذه المؤسسه هذه اللي غادي تكون عندهم واحد المكتب ديال التجاري وفو بنك اللي تابع الغرفه، اللي غادي يكونوا بعض الموظفين ديالنا هنا، اللي غادي يكون التاجر او المنخرط، اللي غادي يكون يعني عنده اريحيه باش يكون داخل هذه المؤسسه هذه، وكان كنترتيو الدوسي ديالو كنصيفطوه للبنكه باش تكون البنكه مواكبه معنا في هذا الاتجاه اللي غاديين معاهم ان شاء الله. لا، المساطر هي البنك، انت كتعرف البنك الا ما عندكش الدوسي كامل ومكتمل راه ما تمشيش معك، ولكن حنا بغينا نبسطوا المساطر ويكون الثمن عاود ديال الثمن اللي غادي يكون تفضيلي، ما يكونش شي ثمن ديال لي زانتيريو تكون عاليه اكثر من السوق. حنا هذه تجربه بغينا نديروها معهم وبغينا نعموها في الدار البيضاء 16 ومن بعد تعمم في المغرب كل شيء، باش المقاول يكون داخل المؤسسه ديالو ما يكونش عنده احراج ما يمشيش للبنكه كيجي للمؤسسه. والضو حنا كنكونوا جسر ما بين البنكه وما بين المؤسسه ديال التجاره والصناعه والخدمات الدار البيضاء، وهما يعني مفهمين هاد المشكل ديال التجار اللي ربما كاين اللي ما كيقدرش يمشي للبنكه، اللي ما عندوش وقت، اللي كيحشم، اللي ما عنده ملف ما مكتملش، يعني كيمشي ويجي. ولكن هنا في هذه المؤسسه هذه غادي يكون ان شاء الله في اقرب وقت غادي يبداو يمكن الاسبوع اللي جاي ان شاء الله تبدا تكوينات ديال الاطر ديالنا هنا باش يبقاو يشدوا الملفات ديال المنخرطين ديالنا.